انا عندك واحد القطبان يعني شويه غراب ولكن زوينين وسهلين. مرحبا. يمشيو في اي نوع ديال اللحوم، غلمي بقري دجاج اي حاجه، كنقطعوا اللحم مكعبات وكنحكوا فيه واحد الكنوره وكنزيدوا فيه شويه سكينجبير طري وخضر. دمت البنه. هي اسمحي لي. نعم تفضلي. وربعة معالق الكوفيتير ديال الليمون، وواحد الحكه ديال الليمون في الحكاكه الرقيقه، ونخلطوهم ونرقدوهم، بعد نزلقوهم في القطبان ونشوفهم على الفاخر، ماشي صوتي ولا هذا، حيت هاد اللوغو ديال هاد الكونفيتير وهاد السكنجبير كيبغي الفاخر، يعني راه ما كيجي واحد اللوغو زوين وبنين بزاف. غادي لا فاطمه غادي نطلب منك تعاودي هاد الوصفه عاود. كنقبطوا اللحم مكعبات، اييه، كنحكوا فيه الضامه البنة، كنزيدوا فيه شويه السكنجبير حكه طريه وشويه غبره، ايوا، وكنديروا فيه مثلا ربع معلقة ديال الكونفيتير ديال الليمون وواحد الحكه ديال قشر الليمون. اللي ما عندهاش ليمون ما تعكس، دير غير الكونفيتور وتخلطو مزيان وتغطيه وتخليه واحد ديما القطبان خصو يرقدو باش كيفتاو. نعم وراه مي كيتشور كيجيو فنين وبنان بنان وواحد اللون رائع. دابا هادو القطبان حلوين غيكونوا حلوين، والمهم تذوقي، راه هو فيه مالح حلو، راه ما تنسيش البنه مالحه، السكنجبير كيحيد ينقص من الحلاوه، الكونفيتور مي كيطيب راه ما كيبقاش حلو، المهم التعليكه واللون غتشوفي غتجربي. دابا نجربوها انا فاطمه ونرجعوا لك الخبر. نعم هذا جديد القطبان بالكوفيتير. هذا عجيب، جديده. شكرا لك لاله فاطمه على هذه الوصفات الشهيه الصراحه.